بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هذه لفتات طيبة عن أهمية العمل. العمل أيها الأحبة شيء مهم جدا لأن القرآن العظيم حدثنا عنه كثيرا. نحن نعلم ان العمل يرتبط بالصلاح دائما او غالبا الذين امنوا وعملوا الصالحات ويرتبط بالايمان فالعمل ايها الاحبه يعطي قيمه للانسان انا طبعا اليوم لن اتحدث عن موضوع العمل من الناحيه الـ القرانيه مثلا او من الناحيه الاسلاميه لاننا نعلم ان الاسلام يحض على العمل العمل له قيمه كبرى في الاسلام ولكن نريد ان نتحدث عن العلم الحديث ماذا وجد العلماء ايها الاحبه باحثون امريكيون وجدوا في دراسه حديثه ان العمل الصالح، العمل الجيد مرتبط بإطالة العمر، حقيقة هذه دراسة غريبة جدا يعني أحببت أن أطلع عليها معكم، قام بها علماء من جامعة كاليفورنيا، فالدراسة أكدت أن الذين يحبون العمل ويطمحون للتقدم والتطور.. ويطمحون لمزيد من العلم والعمل الجيد واتقان العمل يعيشون اربع سنوات اكثر من المتهورين طبعا نحن نعتقد ان الاجل بيد الله ولكن هذه دراسات علميه تاخذ معدلات متوسطه تبين ان الذي يحب العمل يتفانى في عمله يعيش معدل حياه اطول الذين يبذرون اموالهم يعيش حياه اقل. المنضبطين والمصممين على تحقيق هدف معين يكونون اكثر سعاده ايضا، اذا العمل هو مصدر ليس فقط لي للحياه المديده ايضا مصدر للسعاده سبحان الله يعني لذلك نجد ان القران يؤكد على العمل. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقل اعملوا فسير الله عملكم طبعا الذي يعمل حسب هذه الدراسه التي قامت بها جامعه كاليفورنيا يميلون للعيش حياه اكثر استقرارا بعيدا عن المخدرات والمسكرات والمجازفات مما يساهم هذا الامر باعطائهم صحه افضل سبحان الله إذا هذه قضية مهمة أيها الأحبة أن الفراغ لدى الإنسان يولد الانحراف غالبا إذا لم يشغله إما بإيمان أو عمل صالح الدعوة إلى الله عمل على رأس الأعمال الصالحة ماذا قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين طيب الدراسة أظهرت أن معدل الوعي لدى الإنسان يلعب دورا في مسألة الوفاة وطول العمر. وهو عامل مؤثر في المخاطر الطبية والثروات. طبعا أنا لدي هنا بروفيسور اسمه هوارد فريدمان يقول أن وظائف يعني يعني الذين الاشخاص الذين يعني يكونون في يعملون اكثر ويقدسون العمل ويهتمون بالعمل يعيش يعني البيئه التي يعيش فيها تكون اكثر صحه ولديهم وظائف اكثر استقرارا طبعا هنا يقدم دليل علمي هذا البروفيسور على ان الناس يصبحون اكثر وعيا عندما يكونون في وظائف ثابته ولديهم زواج جيد، هو ايضا يعني درس الحاله الاسريه للانسان وجد ان الزواج ايضا يسبب الاستقرار والسعاده وطول العمر له اثر يعني في هذا المجال. طبعا هذه الدراسة أيها الأحبة نشرت في مجلة الصحة النفسية فالمرء الأكثر مثابرة والأكثر تنظيما والذي يسعى لتحقيق أهداف مهمة في حياته يسعى ويبذل جهد كبير ليلا نهارا يكون أولا أكثر سعادة ويكون أكثر صحة طيب ماذا نستفيد من هذه الدراسة؟ انظروا أيها الأحبة نستطيع ان نستنبط ان الاسلام لا يامرنا الا بالاشياء النافعه يعني الاسلام لا ي... يعني البوذيه مثلا لديهم التامل، لديهم الجلوس، لديهم اشياء يعني بعيدا عن هذه المفاهيم بينما الاسلام دين عمل يامرنا بما يفيدنا، يحضنا على العمل بل يخبرنا ان الله سيرى عملنا يوم القيامه قد يقول قائل انا اذا عملت في تجاره هل الله سيرى عملي؟ نعم اذا عملت في تجاره عليك ان تتقن عملك، ان تتقي الله في عملك ان تبتعد عن الاحتكار، تساعد من يحتاج أه لا تغش، لا تكذب اي عمل تستطيع ان تتقي الله به، لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فعل امر، وقل اعملوا، فعل امر، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اذا الاسلام عندما نهى عن المسكرات ونهى عن الزنا والفواحش ونهى عن اللغو والنميمة والقمار والتجسس وإلى آخره شغل وقتك بالعمل الصالح العمل المفيد ما هو العبادات عمل صالح مساعدة الآخرين عمل صالح جامعة هارفارد الشهيرة قامت بدراسة استمرت عشرات السنين وجدت أن الذين يقومون بأعمال تطوعية وأعمال بر وأعمال فيها خدمة للآخرين من دون مقابل يعيشون معدلات أطول أو أعلى ممن لا يساعدون الآخرين <applause> سبحان الله والدراسة وجدت أيضا أن يعني أعمال البر هي سبب في سعادة الإنسان أيضا سبحان الله يعني والله دراسات غريبه جدا يعني الانسان عندما يطلع على مثل هذه الدراسات يعني يعجب من من عظمه هذا الدين الله سبحانه وتعالى امرنا امرنا بالعمل وقال لنا ان ان هذا العمل سيعرض امام الله وامام النبي عليه الصلاه والسلام وامام المؤمنين ايضا. لذلك وانت تقوم بعملك يجب ان تضع هذه الايه في راسك. ان تضع في اعتبارك ان الله يراك الان وانه سيعرض عملك امام المؤمنين حتى وامام النبي، فكيف تقابل هذا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وانت لا تتقن عملك؟ اذا قضيه اتقان العمل شيء جيد جدا. القضية الثانية أيها الأحبة تتعلق التي أود أن أتحدث فيها بزيادة الإنتاج في العمل. زيادة الإنتاج في العمل. طيب الدراسة الحديثة توصلت إلى أن هناك عوامل مهمة لتزيد إنتاجك. على رأسها العلاقات الطيبة بين زملاء العمل وبين الناس يعني بشكل عام. فالعلاقات الطيبه تؤدي الى اثار ايجابيه على الانتاج. طبعا هذه الدراسه انا دائما تعلمون انني احب ان اتحدث بلغه الحقائق العلميه يعني. هذه الدراسه اجراها معهد اسمه مستقبل العمل في مدينه بون الالمانيه. الدراسة تقول ان الشركات التي تقوم بتوظيف عمال يرتبطون معا بعلاقات صداقة طيبة، هذه الشركات تحقق انتاجا افضل مقارنة بغيرها من الشركات الاخرى. اذا ايضا هنا ايها الاحبه يجب ان يكون هناك علاقات طيبة، حب المساعدة، حب الخير، كما تقول جامعة هارفارد. عندما تحب الخير للآخرين وتتصدق على من يحتاج المال ولو بلباس قديم تتصدق به على من يحتاجه ولو بشيء بسيط تعطيه لمن يحتاجه فإن هذا العمل كما تقول هارفارد يكسب المتبرع تمام سعادة أكثر ممن يأخذ المال، <applause> يعني هذا من أغرب ما رأيت من دراسات. طيب لماذا طيب كيف قاسوا ذلك؟ قاسوا ذلك من خلال ما يسمى بهرمون السعادة الذي ينتجه الدماغ نتيجة من مركز المكافأة نتيجة مثلا أكل عندما يتناول الإنسان طعام لذيذ أو يأخذ مكافأة معينة أو يستمتع بشيء ما. يفرز الدماغ هرمون مجموعه من هرمونات السعاده تشعره بالسعاده فالذي يعطي المال يعطي الصدقه يكون اكثر سعاده ممن ياخذ هذه الصدقه فلذلك العلماء في الخارج يقترحون اسلوب لعلاج حتى الخوف والحزن والاكتئاب من خلال الانفاق طب نحن في القران ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل يقول الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ماذا ايضا؟ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المعادله اصبحت واضحه ايها الاحبه اذا اردت ان تقضي على الخوف والحزن والاكتئاب عليك بالانفاق. الذين ينفقون اموالهم ماذا؟ ولا هم يحزنون، <applause> لاحظتم؟ هذا الربط القراني تم اثباته علميا من قبل جامعه هارفارد. شيء غريب يعني انا عندما اقرا هذه الدراسات العلميه واعود الى القران والله كان هؤلاء العلماء يطبقون حرفيا ما جاء في كلام الله تبارك وتعالى. طبعا ايها الاحبه يعني الاسلام اكد على اهميه الانفاق كثيرا واكد على اهميه العلاقات الطيبه يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير العلاقات الطيبه ايضا تاتي نتيجه اجتناب الظن السيء واجتناب التجسس يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم طيب المؤمنون اخوه انما المؤمنون اخوه وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ العفو وليعفو وليصفحوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ هذه الآيات تبني بها إذا طبقتها شبكة من العلاقات الطيبة فتزيد الانتاجية في عملك تصبح أكثر صحة وأكثر انتاجا للعمل وأكثر سعادة سبحان الله طيب هنا أنا لدي أيضا دراسة بريطانية أجريت عام 2014 تبين أن المؤمن بالله عز وجل يتحمل ضغوط العمل أكثر من الملحد <applause> الذي لا يؤمن بالله إذا هنا أيها الأحبة هذه الدراسة تربط بين الإيمان والعمل الإيمان يساعدك على تحمل ضغوط العمل وعلى الإبداع أكثر لذلك في القرآن ماذا يقول؟ آمنوا وعملوا امنوا وعملوا الصالحات. الايمان يخفف الالام الناتجه عن الامراض المزمنه كما تقول هذه الدراسه. والمؤمنون يستمتعون ايضا بحياه افضل، بل يقدرون قيمه الحياه. الدراسه البريطانيه هذه تقول ان المؤمن بالله اقل شعورا بالاكتئاب والحزن والضيق. طبعا هذه النتيجه لخصها لنا القرآن بكلمات قليله ولكنها رائعه وثقيله في في قيمتها ومعناها، قليله بعددها ولكنها ثقيله بمعناها، قال تعالى: فمن آمن وأصلح ماذا؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اذا الإيمان وسيله لعلاج الحزن والاكتئاب، لذلك في الغرب عندما كثر الإلحاد بدأوا يبحثون عن طرق للسعاده فقال فيقولون عليك ان تؤمن بوجود خالق للكون حتى لو كنت ملحدا <applause> لان هذا سيمنحك مزيد من السعاده وانا طبعا ايها الاحبه انا هذه الدراسات حقيقه يعني آتي بها من مصادرها لان الغرب اليوم ايها الاحبه يعود لمبادئ الاسلام لماذا؟ لانه وجد بالفعل ان الاسلام هو, الـ الـ هو الذي يحقق مصلحه الانسان الحقيقيه طيب في الاسلام لا يوجد لدينا سن للتقاعد الله سبحانه وتعالى يقول واعبد ربك حتى ياتيك اليقين المؤمن يعمل في حاله عمل حتى يموت ليس لدينا في الغرب ايضا جاءت دراسه لتقول ان سن التقاعد آه هذا السن غير, غير صحيح هو خطأ بشري <تصفيق> <تصفيق> أيضا ربما نعجب أنه أنهم عندما وضعوا سنا يجعل الإنسان يتقاعد بعد ستين سنة أو كذا وجدوا أن هذا الإنسان عندما يترك العمل يصاب بأمراض مثل الزهايمر وغيرها تكثر الأمراض طيب سبحان الله الإسلام ليس فيه سن تقاعد بل المؤمن يبقى في حالة عمل حتى يموت ليس لدينا توقف نحن في حالة عمل وفي حالة إنتاج وفي حالة يعني حتى إذا كان إنسان يغرس غرسة وقامت قيامة فليغرسها لماذا؟ لأن الإسلام يحض على العمل أيها الأحبة فالدراسة هذه نشرت في المجلة الدولية للصحة المهنية في امريكا وجدت ان الاشخاص الذين يعملون بعد سن التقاعد يعني لا يتقاعد ويجلس في بيته بل يبقى في حالة عمل يتمتعون بصحة افضل مقارنة مع غيرهم من المتقاعدين <applause> اذا رجعوا لماذا لمبادئ الاسلام انه في الاسلام لا يوجد لدينا سن تقاعد أو سن يعني يتوقف الإنسان عن العمل ثم ويجلس في بيته، لا. الدراسة هذه أيها الأحبة قامت بها الرابطة النفسية الأمريكية. تقول إن الأفراد الذين يعملون بعد سن التقاعد، بعدما يتقاعد من وظيفته، لا يجلس في بيته بل يبقى في حالة عمل، يعمل في مهن مؤقتة أو وظائف تتطلب عمل بدوام جزئي مثلاً. فإن المشاكل الصحية التي يتعرضون لها تكون اقل بكثير ممن يجلس في البيت. <applause> اذا الجلوس وعدم العمل يؤدي بك للاكتئاب والحزن والصحة اقل. ويقولون ان الذي يبقى في حالة عمل بعد سن الستين ايضا يتمتع بحيوية اكبر. طيب هذه الدراسة ايها الاحبة التي اطلعكم عليها قامت بها جامعه ميريلاند الامريكيه. تقول ان مرحله ما بعد الحياه المهنيه تشكل ما يمكن تسميته بالجسر الوظيفي، حيث يعمل الفرد في هذه المرحله في وظيفه بدوام جزئي او وظيفه مؤقته او لحسابه الخاص، وهي مرحله يعني يرى فريق البحث انها قد تشهد تزايدا متسارعا أيضا في ظل الركود الاقتصادي العالمي وظل هذه الأوبئة فإذا الدراسة تقول من المهم جدا أن يبقى الإنسان في حالة عمل لزيادة حيويته لأنه بعد سن الستين يبدأ الجسم بالأجهزة الجسم بالانهيار فلا بد من تنشيطها من خلال أن يبقى في حالة عمل طيب هناك دراسة ثانية وجدت ان خرف الشيخوخة يكثر بين الذين يجلسون بعد بعد سن الستين ولا يعملون. <applause> سبحان الله. فمرض الزهايمر مرتبط بسن التقاعد لديهم بعد سن الستين يكثر. فالدراسة هذه اجريت في بريطانيا. وجدت ارتباطا بين تاخير سن التقاعد وتاخير اعراض ظهور الزهايمر، يعني كلما بقي الانسان يعمل لا يصاب بالزهايمر غالبا يعني، ولكن عندما يجلس احتمال ان يصاب يصبح اكبر، وهذه الدراسه طبعا يعني نشر ملخص عنها على صحيفه الجارديان البريطانيه ويقولون من الافضل للانسان ان يعمل دائما لا يتوقف عن العمل. طيب هذا ما قاله الاسلام اليس كذلك؟ يعني 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 مثلا مثلا ايها الاحبه الدكتور سيمون لفستون يقول ان التنشيط الفكري الذي يحصله المسنون في مكان العمل قد يحول دون تدهور القدرات العقليه يعني بيئه العمل تساعد دماغك أن يبقى في حالة عمل أفضل لا يتدهور وبالتالي يعني الإسلام فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب دائما النبي كان في حالة عمل لم يتوقف عن العمل حتى وهو على فراش الموت كان يصلي ويعبد الله ويوجه المسلمين يعني هكذا هو الإسلام كل ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى هو شيء طيب ف يعني مثال عندما جاء عصر المخترعات العلمية ظن البشر أنهم يجب أن يتقاعدوا بعد سن الستين حرصا على راحتهم وصحتهم وإذا بهذا القرار يأتي ضد هؤلاء المسنين ينعكس عكسيا ف بينما في 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 الاسلام فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اي الموت لذلك لماذا الاسلام لم يحدد سنا للتقاعد لماذا نجد ان الرجل في الاسلام يعمل ويتعلم ويبدع وينجز طيله حياته لذلك نجد ان نسبة من يصابون بالزهايمر بين المسلمين اقل مما هو في الغرب. وهذه هذه احصائيات يقينيه يعني موجوده. لذلك ايها الاحبه ان التوافق بين القوانين التي جاء بها الاسلام وبين مصلحه الانسان يعني هذه القوانين تحقق مصلحه وسعاده وسلامه وصحه الانسان هي دليل ايضا ان هذا الدين هو الدين الحق وان الله سبحانه وتعالى انزل هذا القران هدى وشفاء يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واخيرا ايها الاحبه لا اريد ان اطول عليكم. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بهذه المعلومات. فهذه اعمال التطوع واعمال البر واعمال التبرع واعمال الخير. هذه من افضل الوسائل التي تطيل العمر وتكسبك ثقه الاخرين وتحسن صحتك هذا في الدنيا وفي الاخره انت تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم اقربكم مني مجلسا احاسنكم اخلاقا سيد الاعمال التطوعيه هو النبي عليه الصلاه والسلام نذر كل حياته لفائده الاخرين كان يعمل ليلا نهارا من اجلنا ايها الاحبه، فلذلك ينبغي ان نقتدي بهذا الحبيب ونعمل من اجل مصلحه الاخرين لان الله تبارك وتعالى يحب هؤلاء الذين يعملون، يحب هؤلاء الذين يعفون. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، يحب الذين يتصدقون. يحب الذين ينفقون النبي عليه الصلاه والسلام يقول اتق النار ولو بشق تمره فأي عمل اي مساعده تقدمها لانسان مهما كانت بسيطه ثق تماما ان ثمنها عند الله كبير وهناك فوائد عاجله تاخذها الان في الدنيا السعاده الصحه الجيده العمر الطويل نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم طول العمر والبركه فيه ان شاء الله والقبول انه على كل شيء قدير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته